اجتمع مجلس الوزراء اليوم 18/0/436 هجري الموافقة 11/12/2014 تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز، ودرس المجلس وصادق على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات، نذكر منها على سبيل المثال مشروع مرسوم يتضمن النظام الخاص لأفراد خفر السواحل الموريتانية، مشروع مرسوم يقضي بإنشاء شركة تدعى شركة بناء السفن الموريتانية، بيانا يتعلق بتسيير منشآت استقبال وتخزين المواد البترولية المملوكة للدولة، وسيتدخل كل من معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري ومعالي وزير البترول والطاقة والمعادن من أجل تقديم الشروح الكافية حول جملة المراسيم والبيانات التي صدرت عن مجلس الوزراء اليوم، وسأجيب أنا على جملة الأسئلة التي تودون الإجابة عليها. تفضل معالي الوزير. كيف ما قال السيد الوزير، لقد تم المصادقة اليوم مجلس الوزراء برئاسة السيد الرئيس محمد بن عبد العزيز على مرسوم يتضمن النظام الخاص لأفراد خفر السواحل الموريتانية. وكيف تعرفون خفر السواحل الموريتانية قوة أمنية مسؤولة عن النشاط المدني للدولة في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية، وقد تم إنشاء هذه القوة بموجب القانون رقم 41/2013 صادر بتاريخ 12/11/2013، وتوكل لهذه القوة المهام التالية: المتابعة والتفتيش والمراقبة المدنية لأنشطة الصيد والبحث والإنقاذ البحري في المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية، حماية البيئة في الوسط البحري، محاربة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، محاربة جميع أنواع المخالفات والقش والأعمال الإرهابية في البحر، حماية وسلامة البنى التحتية المينائية والمنشآت الواقعة في عرض البحر، تطبيق قوانين ونظم الدول المعمول بها في البحر والاتفاقيات الدولية، المساعدة في الملاحة، وبصورة عامة أي مهمة تكلف بها عن موجب القانون والنظم. هذا النظام الخاص مبوب على عدة أبواب، منها الترتيبات العامة التي تتعلق بمكونات السلك من الأفراد، وكذا الترتيب الهرمي لأفراده، مهام وحقوق والتزامات أفراد قوة خفر السواحل الموريتانية بالإضافة إلى الوضعيات النظامية التي يخضعون لها، سير الحياة المهنية لأي موظف وأي عضو من خفر السواحل بما يعني الاكتتاب والتكوين والتدريب والتقييم والتقدم، الانضباط والعقوبات والرواتب والامتيازات. هذا هم الأساسي، الأبواب الأساسية من هذا المرسوم. يخول هذا المرسوم الخفر السواحل حمل السلاح الذي توفره الدولة بما في ذلك الأسلحة الجماعية المناسبة لتأدية مهامهم في البحر، كما يخول لهم الالتزام بارتداء الزي الخاص بالسلك خفر السواحل والتمتع بصفة الضبطية القانونية وفسيد البرجيديسي. هذا هو فحوى هذا المشروع، هذا المرسوم اللي صادق عليه اليوم مجلس الوزراء. كما صادق أيضا مجلس الوزراء على مرسوم إنشاء شركة تدعى شركة بناء السفن الموريتانية، وهذه الشركة ناتجة عن مشروع كان لإنشاء أسطول من الزوارق الموريتانية. هذا الأسطول تم إنشاؤه بتوجيهات رئيس الجمهورية، بدأ فيه سنة 2012، وبدأ فيه انطلاقا على اليد العاملة الموريتانية ما بافات توجهت حالا إلى البحر، إلى الشاطئ، إلى مهن الصيد بصفة عامة، وذلك يعود أساسا على أسباب أن الصيد التقليدي يعمل له حالا اللي قالوا الزوارق الخشبية اللي ما فيها من ضوابط السلامة ولا من ضوابط اللي على الأقل اللي متواجدة فيها، ما تمكنوا الموريتانيين ثقافيا أنهم يتوجهوا لهذا الصيد به اللي عاد عائق عندهم استخدام هذا الزورق الخشبي اللي أساسا بداية. ذاك يعود على أنه ما فيه خصوصية، وعقب ذاك إشكالية السلامة فيه مطروحة، وإحنا أصلا قاع ما لنا قبال من البحر، تعود الصقاع الآلية اللي ننتجوا بها آلية تعود ما هي مؤمنة بصفة دقيقة، ولا تمكننا مملي من ذيك الخصوصية في حالات ردناها، وبالتالي عاد هذا عائق. وقرر رئيس الجمهورية إنشاء أسطول من 100 زورق، ووقفت الشركة كوميكا بإنتاج هذا الأسطول،
وفات وانتجوا منه 10 بواخر ساحلية، وبما أن عادت فهم تجربة ارتأت الدولة أعلنها تنشئ شركة ينقالها شركة بناء السفن موريتانية من أجل أعلن ذمن هذه التجربة اللي فات خلقت وتسعها ملي باش تشمل أنواع أخرى من الزوارق من البواخر باط الشاطئية الزوارق. هذا هو أساس هذا المرسوم اللي يصادق عليه. كما صادق أيضا مجلس الوزراء على بيان يتعلق بإعادة تعطير مشروع بناء السفن ذات السطح علوي للصيد الشاطئي، وهي الجانب الآخر من المشروع، هو ما هي أنجع طريقة لدمج الشباب الموريتاني في قطاع الصيد من خلال هذه الزوارق. وتمت الاتفاق على منهجية هي يعني تم تكوين يتناسب كم المكونين يتناسب مع الكم اللي تنتج الشركة باش يعود كل مرة تنتج وباخر يلحق ذا ثم شباب موريتاني مكون. ويتم ذاك التكوين كيف تعرفوا عن التكوين من أجل الصيد أنه أولا تكوين مهني ويتطلب أعلن أن الشباب اللي يتكون في المدرسة اللي هي الأكاديمية البحرية أنه لابد تعود عنده أولا أكثر التكوين وتعود داخل البحر مثل هذا الزوارق اللي هم. وبالتالي تم أعلن هذه الزوارق خارج 10 منهم الأولى أن لا يعدلها إعلان اقتناء مفتوح على القباطين اللي عندهم تجربة، الموريتانيين عندهم تجربة، وينعطاوا لهم بشرط أنهم يتعهدوا لأن كل قبطان منهم يقبض معاه واحد من تلاميذ الأكاديمية البحرية مدة سنة إلين يفوت عدوه متحكم، وذوك العاشراء يتعقب ملي هي تعود قباطينة وتقبض معاه. هذا من مما يسمح باستمرارية المشروع، لأن كيف تعرفوا التجربة اللي قطوا عدلت في قطاع الصيد من أجل دمج الموريتانيين للأسف ما كانت تجربة ناجحة وخلق فيها القدر. تعرفوا كاملين هذو القريات اللي عدت على الشاطئ البحر نندامش القويشيش فرنان وكلها فات وعدلوا فيها مشاريع من أجل أن نستقطب الموريتانيين يعملوا في إطار الصيد التقليدي والشاطئي، لأنها بقت في فشل لأن ما كان فهم الناس تكون وكثريتها ما تعود عنده التجربة اللائقة ويخلق ذاك الحاجز من نفسه. اليوم من خلال آلية الإنتاج أنها آلية سلامة وآلية تمكن من يعود الإنسان ما نقول يعود متمونك بعد، يعود عنده بل منين يرقد، يعود عنده بل منين يقدر يصلي، يعود عنده بل منين يقدر يستخلوه من نفسه. هذا يمكن من ذاك الحاجز الثقافي اللي دائما هو اللي عرقل دمج الموريتانية فيه إنه ينقلع، وزدنا عليهم ملي التكوين عاد منه سنة تامة في البحر على نفس السفينة. تلك هي المضامين الأساسية للمشاريع الاثنين المراسيم الاثنين اللي وافق عليهم، وكذا البيان مجلس الوزراء. يعني سؤال الوزير عن اتفاقية الصيد مع الأوروبيين، ايش ترى فيها؟ انتم الأسبوع الماضي عدتوا اتفاقية مع وزارتنا السنغال، اختر تفاصيل موضوع شوي تفصيل في الموضوع شوي شكرا. من أجل الولوج للثروة الموريتانية مثل الطرق من أجل أن حد قد يصل إلى الثروة الموريتانية. النوع الأول هو الاتفاقيات الدولية، النوع الثاني معاهدات حرة مع مقاول، والنوع الثالث هو اللي ينقال له الأسطول الوطني. في إطار المعاهدات الدولية نحن عندنا معاهدتين تقليديات، واحدة اللي ينقال الاتحاد الأوروبي، واحدة مع الدولة الجارة والأخت اللي هي السنغال. فيما يخص الاتحاد الأوروبي نحن نرى أن العلاقة الموريتانية الأوروبية في مجال الصيد أنها علاقة استراتيجية بالنسبة لبلدنا، واستراتيجية مولي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ومتوافقين مع الأوروبيين على أن هاي الثروة أنها ملك الموريتان، وموريتان مظالة تساهم بالتغذية العالمية فيها، ومتوافقين على مدى أن أي طريقة إنتاج لين عدلوا فيها تعود طريقة إنتاج تصون وتحمي استمرارية الثروة. وفي هذا الإطار ويعودوا مولين عكاساتها إيجابية على موريتان بصفة عامة. واتفاقية حالا قاعد في إطار تشاور مازال فيها، وفعلا الإطار الحالي إطار التفاوض
الاتفاقية باط انها توفى يوم 14 دجنبر هذا المقبل هي الأسبوع القادم، وما زالت في النقاشات. والهدف بعد أساسا هو أن موريتان الاتفاقية اللي عدن 2012 أنها تعود هي أساس لأي محادثات وأي مشاركات على أساس هذا، وأي اتفاقية لا بد من تحسن بها. أي اتفاقية دارت على المحك فما تيها نواقص لا بد أنها تحسن، وتحسن بصفة عامة، يقل الجوهر من نفسه يحسن الملي. والمطلوب على الاتفاقية اللي وعدت 2012 و2014 واللي في النقاش حالا أنها تحسن من إجراءاتها التطبيقية أساسية، وما زال إن شاء الله قدامنا الوقت من أجلها. معالي الوزير، يوم أمس اختتمتم ورشات التشاور استمرت لمدة أيام، متى سيبدأ تطبيق هذه التوصيات الصادرة عن هذا التشاور؟ كان ما زال يقنن ويؤخذ للبرلمان، والله أنتم عندكم آلية لتطبيقه. فيما يخص الاستراتيجية كيف خلق أمس إعلان وخلق اللي معاه استراتيجية وان بلان داكسيون. الاستراتيجية عادة منظومة متكاملة، هي إذا نتكلم عن استراتيجية معنا عن على 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 الأمد البعيد، وذاك يتناسب قانونيا مع اللي قالوا قانون الألواء، وبالتالي لا يتخلق إن شاء الله قانون توجيهي للواء دورينتاسيون، تحدد المبادئ الأساسية اللي تم الوفاق عليها، وبعد ذاك القانون اللي راجع إن شاء الله إنه على كل حال صادق إيه مجلس الوزراء فقل من شهر نردهم الآن، إن يسنتي قانون الصيد الفعلي الذي قالوا قانون الصيد البحري بقى، وذاك القانون هم القوانين قال هنا لا التوجيه ولا الآخر لا يصادق للبرلمان. وهو برمجنا احنا راجين ان المسلسل ان نوفوه قبل نهاية فبراير ان شاء الله، يعني فوتو يخلقوا القوانين الاساسيين لينجول الجانب التنظيمي والتطبيقي اللي يقولوه القانون اللي ذكره المراسيم نقضوا على المستوى الاخر، ويقول لي يخلقوا مراسيم من كل نوع من البشري، كل نوع من السمك اللي يعودوا عنده مراسيم التطبيقية ان شاء الله، ويعودوا جو المقررات اللي وزارته اللي يعلن الوزير. السؤال الاخر هو عن الناس، كانت تقيس الحوت بزمن الصيف النهارات والحمان، كانت تمشي هون الحوت يقسم لبعض الفقراء الناس اللي بعيد، ومن ساعة سنة الشتاء ما بعد قاس الحوت والناس افصل في الحوت في الشتاء، من درى هذا شنو تفسيره عندكم؟ فيما يخص توزيع السمك، توزيع السمك احنا قمنا به ما هو زمن الصيف، قمنا به زمن رمضان، وحتى اذا كان متناسب قال بعد بالنسبة لنا احنا عدلناها زمن رمضان، لأن نرى أنه شهر عنده خصوصيته. على كل حال موريتانيا بعد جبروه كالوه وتمونك عندهم رد بعض الأساسي على أن قمنا به زمن وتناسب فعلا مع الفترة الصيفية، وحالا السوق مقضي به بصفة عامة بأسعار رمزية، ولا نختاره ثقافة المجانية أنها تسود يعود فما تياها السعر رمزي. اليوم كيل للنوع من الحوت اللي هو السطحي بخمسين وقية على كافة التراب الوطني، ولين خرصوا على مستوى في المسمكات بعد اللي فاتحة الشركة، وهم اللي يعملوا في الحقيقة وفي عواصم الولايات، لأن الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك ما هتعد عندها شبكة ماشية إلى عواصم المقاطعات، ولكن توفروا في عواصم الولايات، وطبعا ثم أرواقيش يقبلوهم ثم يمشوا به إذا زادوا عليه سعر النقل ما واهل منه. رقم زيادة سعر النقل ورقم أي زيادة يتم المنتوج والسمك موريتان ثمنه عشر مرات جديد أقل من الجارة في سنغال في سوقها. السلام عليكم ورحمة الله. إذن صادق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الملحق يهدف إلى إعادة تنظيم مراحل مدة البحث، ويتعلق هذا التنظيم بعقد استكشاف مع الشركة الفرنسية توتال، وعليه ستتغير مدة البحث على مالي بالنسبة للمرحلة الأولى اللي تعود 4 سنوات بدل 3 سنوات في المرحلة الماضية، والمرحلة الثانية اللي تعود 4 سنوات نفس الفترة، وسيتم نقص المرحلة الأخيرة اللي هي الثالثة اللي تعود 2 سنين بدل 3 سنوات. وهذا التنظيم اللي مطابق طبعا للقانون بالمدة الإجمالية تمت 10 سنوات، سيمكن هذا الفاعل الأساسي في ميدان النفط والتنقيب
من حفر بئر جديد في شمال موريتانيا في منطقة معروفة ببعدها طبعا من الشاطئ اللي هي منطقة تاودني واللي قلة الأحفار فيها اللي قطوا إلى الآن من الاستقلال جايلة قطوا عدلوا فيها لا 5 آبار وهي منطقة دور تعود تزيد على 500,000 كيلومتر مربع بالتالي قطوا وعدلوا آبار عندهم سنة 75 للشرائك الأمريكية وفي الفترات الأخيرة تم حفر 3 آبار 2 حفرتهم شركة توتال وبئر حفرته شركة ريبسول الإسبانية وهذا إذن لا يعود بئر جديد ونأمل أنه الهدف اللي يروق أنه يعود هدف إيجابي هو هدف يقع على بعد عمق 800 متر في منطقة مقطع يسمى تي أفنت نف في هذه المنطقة وطبعا صادق إذن مجلس الوزراء على هذا الإجراء كذلك صادق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم على بيان يتعلق بتسيير منشآت استقبال وتخزين البترولية كيف يعرف بعض من الناس أن هناك منشآت قد عدلوا سنة بدأ فيهم سنة 2002 وفاو سنة 2005 منشآت بتمويل من الدولة منذ ذيك الفترة منذ 2005 إلى الآن هما عند شركة خصوصية وبعد تقييم والدراسة صادق المجلس اليوم أنه يحيل هذه تسيير هذه المنشآت لمهمة واللي فاصلة من اللي تعدل وتنزال طاقتها نظرا للحاجيات المستقبلية من تخزين في مجال الطاقة والنفط إذن صادق مجلس الوزراء أن هذه المسير الجديد ليعود الشركة الموريتانية للمحروقات وطبعا فم فترة انتقالية مدة 3 أشهر إلى 6 ليتسمح المسير الجديد أنه يستلم المنشآت ويستلم جميع اللوازم والعمليات اللي ماشية مع استسلام المنشآت بالتنسيق مع المسير القديم اللي هو شركة مب إذن هذا إجراء مهم به لا يمكن أن الدولة أولا ترجع حقها الطبيعي في ممتلكات أن يعود عندها يقال ثانيا ملي لا يمكننا أن نقدر نعدلوا توسعة جديدة نظرا كي تعرفوا لوجود الحمد لله في البلد أساسا في مدينة نواكشوط لعدد كبير من المنشآت الصناعية اللي تتطلب تخزين مهم يعود مثلا قد يمكن ذيك المنشآت الصناعية أنها لا قدر الله خلق أي خلل والله خلق تراجع في إنتاج إلى آخره تعود عندها مدة قد تغطي بها حاجياتها ومعروف أن المدة الحد الأدنى بالنسبة للمصنع للتخزين هو من شهر إلى شهرين إذا نحن عندنا محطة جديدة 120 ميجاوات وعندنا حاجيات طبعا القطاع الخاص كاملة وهذا لا بد له من منشآت تخزين متنوعة وفيهم اللي جميع إجراءات السلامة اللي ماجية وبالتالي هذا القرار كان مهم ولا يمكن الشركة الموريتانية للمحروقات أنها تلعب دور فعال في هذا المجال لأن كانت لكم أساسا هي كان عندي نقول وأشكركم والعادة في المسئلة مستعدين سؤالي لوزير معالي وزير النفط والطاقة هذه الوزارة كما تعلمون قبل سنوات تم كثير من الشعب الموريتاني علق عليها آمال كثيرة مع بداية ظهور يعني النفط ومؤخرا ظهرت شركة تازيازد هذه الشركة يقال إنها تدفع يعني عمولات يعني حتى للصحفيين حتى يتستروا على يعني نهبها للبلد ولجهات في الحكومة وفي وزارتكم أيضا حتى تسهل تلك الإجراءات أنتم بما أن هذه الشركة شركة ضخمة وتنهب الكثير من ثروات هذا البلد ما الذي يعني سؤال بالتحديد ما هو مستقبل هذه الشركة في 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 في, في البلد ثانيا أن أسعار المحروقات انخفضت عالميا وأشيع أنها ستنخفض في موريتانيا هل تؤكدون هذا أم تنفونه شكرا بالنسبة للشركة تازيات تدفع شيء للوزارة والله لا يجيبون احنا ما نعلمين به عاد عندكم فم شيء ملموس جيبوه لنا وتوه على كل حال هي على كل حال فعلا شركة ومستثمر أجنبي وعنده مصالحه طبعا الدولة عندها مصالحها وقطعا علاقتنا قاعد دائما أكثر هي في علاقة توتر من اللي كنا قاعد عند مصلحته ونيني باننا مولي من الشركة يا الله وعدل له شيء شايفين احنا فيه مصلحة البلد نعدوه لها بالتالي احنا بقى ما اجبرناهم يعطوش من الفضة ولا شي منذهب للوزارة لا للوزير ولا للطاق معاه وين تعودوا عندكم انتم يدين لان الشركة مثلا اعطات شي لحد من الوزارة لا يجبوها انا يقعد لها عاون بما انه في جو من الشفافية والصراحة احنا مستعدين لكل شيء
ما يخص السؤال الثاني، نعم طبعا اسعار المحروقات، اولا اللي تقولون انتم المحروقات يلا هو يخرصوا بنظره شموليه، هي المحروقات فيها جانبين، فيها اللي قالوا المحروقات السائله اللي هي معروفه عندنا احنا بغازوال واسانس وفيول وكرزون، وفهم المحروقات الغازيه. بالنسبه لنا احنا هذا دعم شامل للمحروقات كامله، اذا الدوله الان ما زالت ماضيه في دعم اللي قالوا الطاقه بصفه عامه، اللي تعرفوا ان السعر اللي عند سوملك ما هو السعر اللي الحقيقي اللي مدعوم يقارب، خصوصا المحروقات الدوله ما زالت ماضيه في دعمهم يقارب في الحاله اللي احنا حارك فيها، ما زال اللي قالوا سعر الغاز تتحمل منه الدوله نسبه ما هي بعيد من 50% من السعر، قد يعود فعلا خلق بصيفه في هاي الفترات الاخيره الاسابيع الاخيره الماضيه خلق فم انخفاض في اسعار النفط، طبعا قد تعود لها خفضت ولا قاعد بالضبط خفضت اسعار التراب، يقال ما لحقنا الدرجه المليارات دارت الدوله في دعم الطاقه بصفه عامه ودعم المحروقات، ما زلنا احنا مثلا ما استلمنا جميع المخصصات اللي ندات من سنه 2009 جايه الى اللي زقنا اكثر من 20 مليار ودعم المحروقات بصفه عامه، اذا ما فم مبرمجه على المدى القريب اللي ما زال الغاز مدعوم، ما زالت مثلا لا بالانس لا صالح، وحنا تعرفوا كي طب الغاز طبعا به اللي عنده يمس من 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 مستوى المعيشه للسكان، وحنا مولي في دوله صحراويه فحماو فيها، بالتالي الغاز مهم، بالتالي واهلي قاعدنا من نين نقارنوا مع 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 دول المنطقه كي السنغال ومالي، يعني تسولوا بعض انتم تقولوا لا تسولوا عن سعر بوتي بيدوز مالي بكم بالسنغال بكم، دوروا تلحقوها ما يبعد من 6000 وقيه في السنغال، 6000 وقيه يتحولوا في شهر صفر وقريب من 8 بين 8 و9 مالي، وموريتان مازال ب 3000. شكرا. السؤال المطروح هو ارتفاع اسعار النفط وليس الغاز، هناك فارق بين السعر حالا لتر الغازوار والمازوت، من درا ذا الفارق في السعر الحقيقي؟ من درا كانت تقبل الدوله لا يتسدد به ذاك الدعم اللي كانت اصلا دايره والله يقبلوه الناس اللي يبيعوا، نختاروا نعرفوا ذاك الفارق بين السعر الحقيقي يمشي منين، كان الدوله كيف قلت انت احترف ترك على انها لا تسترجع ذاك اللي قد دعمت به الطاقة ومسوي لا على النفط وليس الغاز. بخصوص هذا مصنع الغاز قالوا على أنه لا أساس له من الصحة، اللي وقعنا اتفاق مع السنغال بخصوص تزويد السنغال بين اختاروا نعرفوا حقيقة ذاك، هل ذاك المشروع مازال خارج والله كيف تردد في الأوساط على أنه قبل يكتشف على أن الدامة موريتانيا ما فيها الغاز، أيوه هو الحقيقة؟ شكرا. بالنسبة للسؤال الأول الشق الأول بالسؤال، أكد لك أن قدعوت كان يخلق في الزمن الماضي أن ذاك اللي يفضل يرجع للموردين غير مات لخارج، هناك لمستوى وزارة النحوزات المالية مثلا حساب موحد اللي قالوا المحروقات بصفة عامة، فيه جزء للغاز وفيه جزء للمحروقات السائلة، بالتالي احنا أكيد لقيت نظرتنا واللي نعدوا شمولي في المحروقات كاملة، ونين عود فم فارق زايد أو ناقص ليقيس ذاك الحساب، ويقارب في الزمن الماضي فعلا كانت فم ياسر المشاكل، كانت ذيك ذاك الزايد او ذاك الناقص ما كان يدخل الدوله، ولكن سيطرنا على 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 على, على العمليه وصحبنا ضرك طبيعيه مثلا، يعني اي زايد او ناقص يدخل ذاك الحساب. بالنسبه للغاز مشروع الغاز واحنا اللي نبيعوا السنغال، فعلا احنا قاعدين نبيعوا السنغال ولو دون الغاز، اللي كيف تعرفوا احنا ضرك عندنا مشاريع حكما عاد قريب من يوفا والمحطه الجديده دور تعود في الايام القليله الماضيه اللي تبدا عمليه تجربه المولدات اللي عاد لكم عاد مثلا واقع لكم الموس، وعندنا اتفاقيه مع السنغال تمكن ان اي فائض من الطاقه احنا ما نفاصلين فيه هم فاصلين فيه نبيعوه لهم، عندنا معاهم اتفاقيه باسعار مولي معروفه في مصلحه الجميع، وهذا ما عنده علاقه بمشروع قلتوا انتم مشروع الغاز، فعلا الغاز الطبيعي موجود في موريتان، موجود ومؤكده منه كميه تمكن ان موريتان انها قد تنتج الكهرباء عن طريق الغاز، وهناك شركه قال هيتيلو كانت هي اللي مالكه ذا الحقل ورخصتها تو في يوم 31/12/2014، وذيك الشركه اللي هي بلقتنا اللي لوارك اسبوع ولا ذاك انها ما هي اللي تطلب تجديد الرخصه يوم 31/12، هذا
يطرق عليه ياس من الامور القانونيه اللي ما نختار نجي فيها نظرا لكل كلمه في النوع عندها مفهومها القانوني. المهم في الوقت اللي نتكلم انا فيه ديك الشركه اللي هي من باب الشفافيه مشات لنا رساله وقالت لنا نظرا لعده مشاكل ونظرا للوضعيه العالميه راني ماني طالبه تمديد ديك الرخصه. واتصلوا بنا طبعا شرايك عده شرايك دوليه يختاروا ذيك الرخصة ولافتنا بتينا في القضية نظرا أن نختاروا نحنوا نتخطاوا ذيك المدة القانونية 31/12/2014 ولكن الغاز مؤكد أنه موجود بكمية قد تعدل إلى على الأقل 700 ميجاوات وعلى والحكومة ماضية طبعا في تنفيذ ذاك المشروع. شكرا السيد الوزير محمد المختار الأحمد سالم تلفزيون الساحل. مع الوزير نحن في القطاع الخاص في الإعلام نعانوا مشكلة كبيرة، أنتم الناطق باسم الحكومة وعندكم وصايع للإعلام العمومي. نختار نعرف نختار نعرف وهون بعد المبابوتو في الترشة نختار نصربكم للحكومة الآخرين. نحن هذا الإعلام الخصوصي ما نجبره الحكومة. أعضاء الحكومة ما نجبرهم نهائيا بدلا يعود إعلام خارجي. اي اعلام خارجي مهما كان شكله ورانا بعد مرحبين بالاعلام الخارجي واخوتنا وزملائنا هون يشتغلوا فيه. اي اعلام خارجي يطلب وزير في الحكومه يجي مباشره ونحن نعرف ان من ساعه اللي فتح الفضاء السمعي البصري عاد الاعلام الخارجي في اخبار موريتانيا متى تنقبض من عنده؟ عاد تنقبض الاعلام الوطني. نختار وزراء الحكومه الحاليه واللاحقه ويكون اللي يجوا وراهم يتعاملوا معنا تعامل اخر ويعودوا ابوابهم مفتوحه ونخلوا عنا هم اللي قضيه ما أنا معمم غير نخلوا عنا قضية الزبونية في العلاقات. أنا صاحب فلان والله مدير مكتب الوزير الفلاني نعرفه والله ولا عمي والله كذا والله كذا نخلوه عنا نعدلوه بطرق رسمية نوجهوا رسائل رسمية للوزراء ويجاوبوا معنا الوزراء كلهم فيما يعني. في البدء لتلفزيون الساحل أقول إنني استقبلت بناء على الطلب وعلى الفور جميع مدراء الإذاعات الخاص معهم مدراء التلفزات الخاصة سيدي وكانت حصيلة الاجتماع معروفة وقد بذلت جهدي ومسعاي في أن أجسد ما يطلبون وأملي عريض في أن يتجسد ما يطلبون. لعلك تقصد أيضا بالمقابلة مقابلة تلفزيونية كالإطلالات التي يقوم بها أعضاء الحكومة من حين لآخر وفق خط تحريري عند كل شبكة مثلا في العمق أو ملاحظة أو زيارة خاصة يعني حسب الزوايا التي ترسمها كل مؤسسة على حدة. لا علم لي بأن وأملي أن تطلبني أي مؤسسة من المؤسسات من أجلي لأن لدي مخزون من الطاقة فيما يتعلق بالإبلاغ وتبصرة الرأي العام في أي شيء أرادوه. لذلك أنا لدي كامل الاستعداد. وأعضاء الحكومة لا علم لي بأنكم طلبتم أحدا من أعضاء الحكومة وهو عادةً هو يستشير عندما يطلب منه مقابلة خاصة في تلفزيون خاصة لعل هو لأن المجال هنا أنت تعرف أن الكبوات فيه سهلة وأن السقطات فيه سهلة فاحترازاً من ذلك لتريق ليسان احترازاً من ذلك هو يستشير ولا أعتقد أن الاستشارة تكلفه شيء. موريتانيا الآن تستعد لاستقبال أو تنظيم قمة مسار نواكشوط حول مكافحة الإرهاب والفرنسيين أمس حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل يوم 18 حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن شارك فيها 11 دولة وفرنسا قبل فترة قصيرة قبل من 3 أيام أدلت اتفاقيات مع هذه المنظمات التي هي أطلقت بموجبها 2 من الناس المعتقلين كانوا عندها في مقابل واحد كان مختطف واحدة من هذه المنظمات اللي تسمى منها منظمات إرهابية. هل يؤثر هذا التعامل الفرنسي
مع هذه المنظمات في الاستراتيجية المتخذة من طرف دول الميدان. هل لدى الحكومة الموريتانية موقف من هذا التصرف المزدوج أم لا؟ شكرا جزيلا. أنتم تعلمون وأنتم مشتغلون، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أنتم تشتغلون في الحقل الإعلامي وتعلمون أن أي دولة لديها أسرى لن تعلن في لوحة الإعلانات المبوب أنها تفاوضت. لا أعتقد أن هناك دولة من الدول تعلن على لوحة الإعلانات أنها تفاوضت، فالمفاوضات دائما افتراضية. وأكبر من ذلك إن أي دولة قيل أنها أعطت فدية دائما وسببت مشاكل في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، أن دولة ما وأنتم تعلمونها أعطت فدية مقابل فك أسراها، فهذه المسألة دائما مسألة التقول فيها وارد دائما، تقول فيها وارد دائما. وفرنسا حين تسأل الآن، ناطقها الرسمي حين يسأل، وزارة خارجيتها حين تسأل، ستقول لك لا علم لنا بأننا فاوضنا أو قدمنا فدية. فالمفاوضات وتقديم الفدية دائما قد يكون، ولكن يكون دائما من وراء حجاب. أعتقد أن المسألة واضحة. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالعلاقات، العلاقات بين الدول عادة تنعكس في مسألتين في ملتي واعتقادي. أولاهما شيء يحدث في العلاقات الدبلوماسية، سحب السفير للتفاوض أو للتشاور، تجميد العلاقات، سحب السفير نهائيا، شخصية غير مرغوب فيها، المعجم في هذا المجال أنتم على دراية به. ولا علم لي أنه فيما يتعلق بالسفارة قد نبست فيها أي جهة بمتشفة. هذه ناحية. المسألة الثانية تنعكس على المواطنين وخاصة في سينغال. نهب دكان لاعتداء على أحد، لا علم لي أيضا بأن دكانا نهب أو أن أحدا اعتدي عليه. فطالما الفرنسيون يقولون أن لا خبر يحكى، معنى ذلك أن الناس بخير. با دو نوفل بون نوفل. شكرا جزيلا والسلام عليكم.